السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، متابعي قناة بيكس أرت بالعربي. اليوم إن شاء الله سنقوم بعمل تصميم وضع الأجنحة إن شاء الله. الطريقة تنال إعجابكم، ولكن قبل أن نبدأ يا صديقي ادعمني بلايك لأستمر في وضع التصاميم. أولا بعد الدخول على تطبيق البيكس أرت نختار هذه الخلفية. جميع الملحقات المستخدمة في الشرح ستجدها بأول رابط في الوصف، يمكنك تحميلها. بعد اختيار الصورة ندخل إلى الرسم، ومن ثم نضغط على هذه الأيقونة ونضغط صورة، ونقوم باختيار صورة الأجنحة. نضعها هنا بالأعلى، ويمكننا أن نتحكم في حجم الصورة من هذه الزاوية، نكبرها بهذا الشكل. ومن ثم نضغط على الطبقات ونضغط على هذه الأيقونة وننشئ طبقة فارغة. هذه الطبقة ستكون للصورة الشخصية. نضغط على هذه الأيقونة ونضغط صورة، ونقوم باختيار الصورة الشخصية. المهم في الصورة الشخصية أن تكون كاملة من الرأس إلى القدمين، لتكن هذه الصورة على سبيل المثال. نختار هذه الصورة، نكبرها بهذا الشكل ونضعها هنا بالمكان المناسب. بعد وضع الصورة بالمكان المناسب نضغط على أيقونة المسح، نضغط عليها مجددا لإظهار الفراشة الموجودة بداخلها. نختار هذه الفرشاة ونجعل الحجم 90، ونضغط تعيين، ونبدأ بمسح الخلفية بهذه الطريقة. نقرب الصورة حتى يسهل علينا إزالة الخلفية بهذا الشكل. بعدما عرفت من أصدقائي طريقة إزالة الخلفية، سأقوم بعمل إيقاف مؤقت للفيديو وأعود إليكم بعدما أنتهي من إزالة الخلفية لكي لا أطيل عليكم. بعد القيام بإزالة الخلفية نضغط على الطبقات ونختار الطبقة الثانية التي بها الأجنحة، ومن ثم نضغط على الفرشاة ونختار هذه الفرشاة ونجعل الحجم 50، ونضغط على هذه الأيقونة ونجعل الصلابة 1%، ونعلم على قابلية التكبير التصغير، ونضغط تعيين، ونبدأ بعمل تظليل بين الجسم وبين الجدار بهذا الشكل. بعد الانتهاء من عمل التظليل نضغط على الطبقات وننشئ طبقة فارغة. ونضغط على هذه الأيقونة ونختار صورة، نقوم باختيار صورة الدخان هذه الصورة. نعكسها بهذا الشكل ونضعها هنا بالأسفل. بعد ذلك نضغط على الطبقات، ومن ثم نضغط على عادي ونختار الشاشة. ستظهر لدينا صورة الدخان بدون الخلفية السوداء. نضعها بهذا الشكل ونضغط على الثلاث نقاط ونقوم بحفظ الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.